اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من امنت بالله. امبارح كانت حلقتنا حول الدين والسياسه، النهارده بنكمل مع ضيوفي الاعزاء. معنا الاستاذ الدكتور محمد حبيب البرلماني الاسبق والسياسي المعروف والاستاذ الجامعي والنائب الاول للمرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين سابقا وفضيله الداعيه الاسلامي المعروف الحبيب علي جفري. اهلا وسهلا. يا هلا بك يا مرحبا. اتكلمنا امبارح في خطوط واسعه وممتده، وهبتدي النهارده من النقطة التي انتهينا إليها. دكتور محمد، هل نحن مؤهلين الآن لخوض التجربة بلا فصل في الدين والسياسة، وحضرتك ترى مؤشرات لارتباك أو لعمليات إقصاء سياسي باسم الدين، أو مخاوف من إقصاء اقتصادي لو تعارض أو تعارضت لافتة الاقتصاد الإسلامي مع الاقتصاد الليبرالي، الاستناد إلى ديمقراطية مصطلح غربي أو الليبرالية للوصول إلى الحكم مع وجود أرضية أو جزء كبير من الشعب أو نسبة ليست بالقليلة تعاني من الأمية، ليس بالضرورة هي القراءة والكتابة ولكن حتى أمية ثقافية. حزمة من الأسئلة ستقودنا إلى تفاصيل، فكيف نبدأ؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، دعنا نقول أنه الحركة الإسلامية بل حتى كل الحركات اللي كانت موجودة ولا زالت عانت من القمع طويلا. نعم. وفي ظل الدولة البوليسية والقبضة الأمنية الحديدية حتى الأحزاب. نعم. يعني ضيق عليها الخناق طويلا، تم اختراقها، تم تفجيرها من الداخل في بعض الأحوال حتى تكون أحزاب ورقية لا قيمة ولا تأثير ولا حضور على المستوى الجماهيري العام، وبالتالي تبقى السلطة مستأسدة متفردة بالشؤون الحكم. كان الجميع في موقع ليكن أشبه بالظلام الدامس. جاءت الثورة والحرية، فأنا أشبه ذلك بأناس كانوا يعيشون في ظلمة وإذا بهم يخرجون إلى الضوء المبهر، فحصل نوع من الزغللة إذا جاز التعبير، حصل نوع من الارتباك في التصريحات في المواقف في الممارسات، وأنا بتصور إن ده سيأخذ وقتا حتى تتم عملية التأقلم مع الأوضاع الجديدة. أنا عايز أقول أنه استشعار التيارات الفكرية والسياسية الثقافية الموجودة في مصر بالأخطار المحدقة بها يجب أن تجعلها مصطفى تماما ومتخندقة حول الأهداف الكبرى للثورة، من حرية، من عدالة اجتماعية، من ديمقراطية. برضو عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في وضع المرجعية الدينية من الدولة السياسية. طيب. المرجعية الدينية في التحليل الأخير. نعم. في التحليل الأخير إحنا بنؤمن، أو أنا شخصيا، أنه لابد أن تكون الدولة دولة مؤسسات. يعني أنت بتتكلم على أنه شرعية أي حكم بيرتكز على احترام الدستور، الالتزام بالقانون، تنفيذ أحكام القضاء، فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ثم احنا بنتكلم على مؤسسة علمية، مؤسسة علمية في كل التخصصات، العلوم الشرعية، في الاستراتيجية، في الأمن القومي، في التعليم، البحث العلمي، توطين التكنولوجي، التنمية الشاملة وما إلى غير ذلك. احنا كمجلس شعب ماذا نصنع؟ يتم اختيار مجلس شعب بيعبر عن غالبية، بيعبر عن ائتلاف، بيعبر عن فساد أو عن تضليل أيضا، وارد طبعا. لكن هو المجلس، ما هو الحقيقة يقال على قدر أهل الفساد تأتي المفاسد. واخد بالك؟ يعني احنا ممكن للأسف الشديد مع الديكتاتورية والسلطة المستبدة والقمع إلى آخره ممكن أن تؤول نصوص الشريعة إلى حاجات أخبال، والفهم إلى فهم مغاير، وهكذا نصوص وممارسات الديمقراطية. لكن المجلس كمجلس شعب بيخدم عليه لجان،
اللجنة التشريعية، الدستورية، الاقتصادية، الشباب، الشؤون الدينية، الأوقاف، إلى آخر هذا. ودي بتعتبر في الواقع اللي هي المطابخ اللي بتخدم على المجلس. هذه المطابخ لو فيه عندها قضية شرعية بتلجأ فيه إلى المؤسسة اللي هي الحيادية اللي بيتكلم عنها الإفتاء مثلا، دار الإفتاء المصرية، وهكذا. يجب أن تكون مؤسسة مستقلة لا تخضع لا لحاكم ولا لوزارة ولا لرئيس وزارة، حتى تستطيع أن تؤدي دورها على أكمل وجه ممكن. حضرتك مع وجود مؤسسة بهذا الشكل، يعني حضرتك مع وجود دار الإفتاء وعلى رأسها شريطة مفتي، أن تكون مستقلة؟ نعم الحبيب، هل ترى في هذا؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هناك منحيين، منحة تأصيلي ومنحة تطبيقي على الواقع. من ناحية التأصيلية، نعم ينبغي أن يكون هناك استقلال لهذه المؤسسات، لكن دعنا نتحدث بشيء من التفصيل عن مفهوم الاستقلال، لأن الاستقلال لا يتعارض أبدا مع المفهوم الصحيح لطاعة ولي الأمر في غير معصية الله ولصلاحيات ولي الأمر. فمثلا المعمول به في السابق في مصر قديما في مشيخة الأزهر في الإفتاء، أن العلماء أنفسهم يرشحون أسماء، هذه الأسماء هم يرون فيها الأهلية، ثم لولي الأمر أن يختار واحدا من هذه الأسماء. فهناك مساحة لولي الأمر في الاختيار بما يتناسب مع ما يراه لمستقبل الدولة، لكن هذه المساحة لا تطغى على الاختصاص المتعلق بأصحاب الاختصاص. فأصحاب أهل العلم كانوا في السابق في الأزهر يرشحون 3 أو 4، وكذلك في الإفتاء فيأتي الملك في أيام الملكية أو الرئيس من بعد ذلك فيختار واحدا من 3. فهنا نسبة من الصلاحية لا تضر بالاستقلالية، لأن الترشيح من أصله كان محصورا على من اتفق العلماء على أهليتهم. هذه واحدة. الشيء الثاني، الاستقلالية ليس من الضرورة أن تشمل الاستقلالية المالية، لأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب على الدولة أن تقوم برعايتها وبالإنفاق عليها. يمكن إدخال كثير من التحسينات القانونية. هناك تجربة مثلا حصلت في الأردن، كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ نوح القضاة مفتي الأردن رحمة الله عليه، طلب منه أن يتولى الإفتاء في الأردن، وهو رجل يجتمع الشارع الأردني، الإسلامي السياسي والإسلامي اللا سياسي واللا إسلامي، اجتمعوا على أن هذا الرجل محل علم وثقة وأهلية. طلب منه أن يكون مفتيا في الأردن، فقال أنا يصعب علي أن أقبل أن ألبس ثوب المفتي وفي حال كوني موظفا في إدارة تحت وزير الأوقاف، لأن المفتي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فتجاوب الملك مع هذه الإرادة، مع هذا الكلام، قال أعطني مكانا أكون به صادقا في أداء الإفتاء. فاستخرج من مجلس النواب قرار بأن تكون هناك هيئة مستقلة مرجعيتها لا تخضع حتى لرئيس الوزراء، تخاطبها مباشرة مع الديوان الملكي، وبذلك وفر له الذي يتحدث عنه من الاستقلال في الفتوى. هذه الصياغة موجودة في مصر، إلا أنه حصل بعض التدخل في بعض جزئيات منها أضرت، لكن عند التطبيق لهذا الكلام الذي أعلمه جيدا من دار الفتوى المصرية أنها مؤسسة وليست شخصا، ومؤسسة أرقى بكثير من كثير من المؤسسات التي ليس لها علاقة بالدين، التقنية والسياسية أو غيرها، هي من أرقى المؤسسات الجديرة بأن تدرس. الذي قام به سماحة المفتي الشيخ علي جمعة حفظه الله في داخل دار الإفتاء المصرية ينبغي أن يكون محل دراسات عليا، ماجستير ودكتوراه في فن تأسيس المؤسسات وفيما يتعلق بالعلوم الشرعية وكيفية إدارتها. أيضا الرجل لا يستطيع أحد أن يمسك عليه فتوى واحدة يقال فيها أنه كان فيها مضغوطا أو تبعا، حتى مسألة المظاهرات قبل الثورة ب4 سنوات سئل عن المظاهرات فقال إذا قيمت على وجهها فهي نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سئل عن التوريث قال لا يجوز شرعا. لكن المشكلة أن الإعلام أيضا كان له دور سلبي، اختلاف البعض مع مؤسسة الفتوى كان لها دور، شعور البعض أيضا أن وجود مؤسسة مرجعية دينية قد تنزع مشروعية المرجعية من عنده. بعض المؤسسات الدعوية الإسلامية التي ليس لها ارتباط بالمرجعية الموجودة يقلقها ذلك. ونحن في غير مصر نجد إشكالية كبيرة في كيفية ترسيم قناة المرجعية، لكن أنا استغرب عندما يوجد لدى أهل مصر إشكالية وهي بلد الأزهر الذي نحن نستمد كثيرا من مشروعية المرجعية في العالم الإسلامي من خلال ارتباطنا بالأزهر. نعم
الأزهر تعرض للكثير من الإضعاف، تعرض للكثير من الأذى، تعرض للكثير من التشتيت، لكن الأزهر يبقى الأزهر، وببقاء مرجعية الأزهر سنضمن الحفاظ على دين الناس ليس في مصر فقط، سنضمن الحفاظ على قوة البيت السني. أي اتجاه إسلامي يتصور أنه يستطيع أن يحافظ على 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 ثقل الدين في مصر أو في غيرها، على المرجعية السنية في مصر أو في غيرها باستبعاد الأزهر عن هذه المساحة لا يتأتى هذا أبدا. تبقى لي القليل من الوقت، لدي في بعض الأسئلة التي أحتاج فيها جزء كبير من رأي الدكتور محمد حبيب. حستأذن حضرتكم نطلع فاصل ونرجع. مسابقة برنامج آمنت بالله، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من الصحابي الذي افتداه النبي بأبويه في غزوة أحد؟ سعد بن أبي وقاص، حمزة بن عبد المطلب، عمار بن ياسر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. مسابقة برنامج آمنت بالله، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من الصحابي الذي افتداه النبي بأبويه في غزوة أحد؟ سعد بن أبي وقاص، حمزة بن عبد المطلب، عمار بن ياسر. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة. أهلا وسهلا بحضراتكم، بكمل مع ضيفي العزيزين، بنكمل حوارنا حول الدين والسياسة. دكتور محمد حبيب، حضرتك مع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية السياسية؟ طالما هذه الشعارات في ظل الإطار المرجعي للهوية، ما البأس؟ ما البأس؟ وفي نفس الوقت إذا كان ده يعني متاح لك فهو متاح للآخرين كذلك، يعني ولا يستطيع أحد أن يحتكره. ألا ترى أن قد يمثل نوع من المخاوف أن يكون هذا على حساب طرح مشروع سياسي لبناء البلد، مشروع اقتصادي، عندما تكون هذه اللافتة فيكون الاختيار له علاقة بالعاطفة والهوية على حساب الرؤية السياسية أو المشروع السياسي بالفعل، فيأتي من ليس لديه أدوات سياسة ولكن لديه مرجعية أو هوية دينية تجعله في الصدارة؟ يعني أولا ثقافة الشك والريبة والصفقات والتفزيع من كل ما هو إسلامي، والتي كان يسوق لها ويتبناها النظام البائد، أنا أتصور أنها صحيح ما زال بعضها أو آثارها ممتد حتى الآن، لكن إن شاء الله تعالى سوف هذا الطرح الآخر. ألا ترى نوع من التفزيع أيضا والتخويف اللي هو وهي فزاعة أخرى، أنت تقول هذا الطرح أو من يقول هذا الطرح فهو ضد كل ما هو إسلامي، والفزاعة التي استخدمها النظام السابق فتضع الآخر في خندق المدافع، في حين أن الليبرالية أو ما عانى منه الآخرون يجب أن يكون درسا حتى لا نصنع مرة أخرى فزاعات تجاه الآخر؟ نحن نريد مجتمعا حرا. نعم. وفي إطار الأجواء الحرية بترتفع رايات كثيرة، فإذا ما ارتفعت رايات الليبرالية والقومية واليسار فأيضا حق لأهل التيار الإسلامي أن يرفعوا راية الفهم
للإسلام وأن تتعدد. إذن هذه الرايات يعني من الممكن أن أنا أخشى من الوضع اللي حضرتك عملته وأرجوك شاركني سيدي. هي الليبرالية تتعارض مع الإسلام؟ هل الإسلام في مواجهة القومية وفي مواجهة الليبرالية؟ هناك قواسم. إذن فأنا ما أنا أعتقد بعلمي الضئيل جدا أن الإسلام مظلة لهؤلاء جميعا إذ لم تكن تتناقض. مش هقدر أقول الشيوعية والإسلام ولكن الإسلام مظلة. أستطيع أن أطرح نفسي إسلاميا حتى وأنا ليبرالي. لا لا أنا أريد أن أقول أنه حتى فيما يتعلق بأقل الدرجات أنه الليبرالية أو العلمانية بشكل نعم. عام تنادي بفصل الدين عن الدولة أو بإبعاد كل المؤسسات التي يمكن أن تدلي بدلوها في أي شأن من الشؤون الخليجية. خلينا نقول ده العلمانية لا لا هذا يشمل الليبرالية والعلمانية وحتى الديمقراطية في منشأها في بلادها بالتأكيد. لكن نحن لا نتحدث عن الديمقراطية الغربية وإنما نتحدث عن ديمقراطية بالآليات التي تحقق العدل وتحقق المساواة بين الناس أمام القانون. ومن ثم كما يقول ابن القيم أنه فثم شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول أنه لا خوف لكن هتبقى مساحات الاختلاف قائمة. وإلا حينما نتكلم عن التعددية حينما نتكلم عن التعددية بتتكلم عن التعددية أنه هيبقى فيه يصل إلى البرلمان يصل إليه أغلبية وأقلية. وإذا كنا نتكلم عن الديمقراطية خدت بالك أنها انصياع الأقلية للحكم الأغلبية أو حكم الأغلبية وانصياع الأقلية لها لكن مع وضع في الاعتبار احترام الأغلبية لرأي الأقلية كذلك. نقاشي ليس فيما بعد ولكن هو كيفية الوصول إلى الأغلبية. نعم أنا بدأ من الأرضية في الوصول إلى الأغلبية كيف سيكون عبر جسر الدين أم عبر جسر مشروع سياسي متكامل على مرجعية دينية. ماشي لا بس سيد الحمد. هنا في هذه النقطة يعني ينبغي أولا أن أذكر أن بعض ما أثير من حديث حول أمور عملية لكنها ذات خلفية فلسفية كمثل الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني لسنا ضدها لكن نرى أن بحاجة إلى أن نسهم في صياغتها عندما تأتي إلينا بما يتناسب مع ثقافتنا بمعنى أن يكون لها سقف متناسب مع ثقافتنا. الخوف في هذا لن يكفيه الوقت الباقي من الحلقة لكن ربما نتكلم عن الديمقراطية في شيء آخر. الشيء المتعلق بحلقتنا هنا أن الخطاب عن المبادئ والأخلاقيات والمقاصد الشرعية متاح لكل من سيدخل في الميدان السياسي. شريطة أن لا يتحول ذلك إلى استثمار من المنابر الدينية ضمن المعارك الانتخابية. على سبيل المثال يعني ضرب المثل لا يتأتى في أيام الانتخابات أو ما قبل الانتخابات أن يصعد خطيب على المنبر ليروج لمشروع لنفسه أو لمن هو على صلة به أو لمن هو على ارتباط به من خلال أن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى أن هذا هو دين الله عز وجل. في هذه الحالة لم يعد تدين للسياسة أصبح تسييسا للدين وهذا الذي لا نرضى به أبدا. ألا توجد خشية ونحن نسعى إلى تركيبة سياسية على مرجعية دينية أن تكون الاختيارات عاطفية أن يكون من يصنع سياسة المستقبل لمصر قائمة على اختيارات عاطفية لأنه أحب هذا الشيخ. نحن نحب الدين زي ما حضرتك قلت نحن شعب متدين ونحن نحترم العلماء وأي شخص يتحدث في الدين ويحفظ من كتاب الله نحن نشعر أمامه بضعف وما يقوله هو الأعلم وهو فعندما نتحدث في الاقتصاد وعندما نتحدث في الاجتماع وعندما نضع قوانين سياسية وضوابط عندما نتحدث عن علاقات دولية أليست هناك مخاوف من أن يكون هذا هو المرجع فالمسيحي يختار مسيحي لأنه يؤمن أنه على علاقة بالكنيسة أو له ثقل والمسلم يختار الداعية أو الشيخ لأنه يحفظ ويعلم وأنا ضعيف أمامه ده ما بيخوفناه شوية دكتور؟ لا إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على أن إحنا عايزين نمارس السياسة على أرضية أخلاق وقيم ومثل عليا. بمعنى إيه؟ نحن نريد أن ننقي السياسة من دنس الرشوة من دنس استعمال المال في
من دنس تشويه صور الآخرين طبعا الاغتيال من الاغتيال المعنوي. نعم. أنت تريد أن تقول عن المرشح بتاعك ريان يفيد القل. نعم. قل ما تشاء لكن لا ينبغي لك أن تشوه أو تلوث. نعم. سمعة الآخرين لكي تعلي من مقالك. يعني من يقول الآن أن الذين يتحدثون بالليبرالية والذين يطلبون بكذا هم كفار وهم خارج الدين وهذا يحدث الآن. أنا الحقيقة خطأت واعتبرت البيان الذي صدر على سبيل المثال من الإخوان المسلمين على جمعة الغضب الثانية خطأ استراتيجيا كبيرا جدا. سياسيا وشرعيا دكتور. والله وشرعيا الاثنين ليس كذلك؟ بالتأكيد. لأنه أنت لك الحق في أن تشارك أو لا تشارك. وهذا قرارك ولا أحد يستطيع أن ينكر عليك أنك يعني بتقول والله أنا هعزف عن المشاركة، لكن ليس من حقك لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا وطنيا ولا شرعيا أن تخون الآخرين. أن تستعدي وتحرض، أن تستغل الدين في تحديد رؤيتي السياسية فتعاقبني عليها. تستقوي بالدين. تستقوي بيه. واخد بالك. لا هذا ولهذا قلت لكم في مسألة المرجعية في بداية الحلقة الأولى وفي أثنائها أنه لا يصلح لأن يكون مرجعا للقول بأن هذا يصح أو لا يصح شرعا من هو جزء من العملية السياسية. نعم. لأنه حتى لو لم يكن سيئا نحن بشر والنفس أمارة بالسوء. في اللاشعور سيجد نفسه يعطي لما يقوله قدسية الدين. فلهذا لا ينبغي لمن يريد أن يتحدث من واقع مرجعية شرعية أن يكون جزءا من التنافس السياسي. متفقين على ده؟ يعني من يقوم بدور الداعية ويمارسه يجب أن يفصل فصلا تاما ما بين دوره السياسي ودوره كداعية، رغم أن ده محتاج ملائكة. هل هذا ممكن؟ يعني السياسة لها أدواتها ووسائلها وأساليبها، لكننا يعني لا نريد أن هي فيها غواية وفيها غواية وتسمح لكن باستغلال كل شيء، لكننا لا نريد. نعم. أن نمارسها من هذه الزاوية. يعني الأوروبيون والغرب بشكل عام يصفون السياسة بأنها dirty work. نعم. نحن نريد أن ننقي هذه نعطي النموذج البديل. بالضبط كده. النموذج الذي نتمنى ندعو الله بس ربنا ندعو الله ربنا يبارك دون تخوين للآخرين، هذا مهم، دون تكفير الآخرين، وأن من حقهم أن يقولوا آراءهم وأطروحاتهم. ولدينا الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وعشنا كثيرا ورأينا وعانينا فدعنا نجرب ونرى ماذا ستأتي به الأيام إن شاء الله. دكتور محمد حبيبي بشكر حضرتك جدا. ربنا يبارك فضلت الحمد لله. بشكر حضرتك الله فيك. بشكركم وغدا حلقة جديدة من آمنت بالله. Thank you.